النهارده في اول جلسه من جلسات الاسبوع في واضح ان في اتجاه بيعي من جهه المؤسسات في الوقت ان الاجانب هم المتجهين للشراء. يمكن ده اول يوم بعد افتتاح قناه السويس، لكن احنا ما بناخدش الحدث بالجلسه او باليوم، احنا بناخدها بالفتره. احنا منتظرين ان شاء الله ان في الفتره الجايه يكون في مزيد من التحسن، يكون في اثر واضح من بسبب المشروعات اللي هتتم مع قناه السويس.